دخل الوجود العسكري للجيش اللبناني في عرسال مرحلة خطرة تتمثل بالعبوات الناسفة وحرب العصابات داخل البلدة. فأثناء مرور شاحنة للواء السادس في الجيش اللبناني فيها 8 عسكريين على الطريق الجمالي بين وادي حميد والمصيد في عرسال، انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق، ما أدى لاستشهاد عسكريين وسقوط 3 جرحى بينهم حالة خطرة. نقلوا بمساعدة بعض أبناء عرسال إلى مستشفى الرحم الميداني، ومن هناك تولت سيارات تابعة للصليب الأحمر اللبناني نقلهم إلى مستشفيات البقاع. العبوة التي فجرت لاسلكيا عن بعد قدرت زينتها ب20 كيلوغراما من المواد المتفجرة، وأحدثت حفرة قطرها 100 سنتيمتر وعمقها 90 سنتيمترا. العبوة وضعت داخل البلدة وليس في الجرد، في منطقة تنتشر فيها منازل ومخيمات وتطل عليها تلال عدة. الجيش اللبناني أرسل على الفور تعزيزات إلى كل حواجزه ونقاطه في عرسال وسير دوريات، وبدأ حملة مداهمات في محيط نقطة الانفجار ولعدد من مخيمات النازحين السوريين، حيث أوقف عددا من السوريين للاشتباه بهم. كما قامت مدفعية الجيش اللبناني بقصف المسلحين في جرود عرسال بعد رصد تحركات لهم. جبهة النصرة في القلمون غردت على حسابها متوعدة وقالت إن عملية التفجير اليوم فبركها الجيش اللبناني وحزب الله بهدف إفشال المفاوضات، وأن الجندي في الجيش اللبناني محمد معروف حمية سيكون أول الضحايا.